واحنا هادشي اللي كنتمناو، لان حنا كنشوفوا الوداد تسير الوداد الحالي ما غاديش شايف في الطريق الصحيح. انا كنشوفوا النتائج، انا كنشوفوا المستوى ديال الفريق، ماشي هو المستوى ديال الفريق كبير اللي هو كان في التاريخ، عطي التاريخ الكروي كله في المغرب، راه الوداد هي مولاته. دونك ما فهمناش حنا كيفاش هاد السير كاين بطق، وكيفاش هاد الناس اللي هما كيسيروا. انا ما كان ما بغيت نذكر حتى اسم، ولكن كنشوف بان السير ما غاديش في الطريق الصحيحه، ونتمنوا ان الناس يفهموا راسهم ويجلسوا ويديروا واحد الجمع العام واعاده النظر في الهيكله كلها ديال المكتب، وحتى فيما يخص التشكيله ديال اللاعبين اللي هما عندنا، نشوفوا كيفاش نصلحوا باش نعاودوا نردوا الفريق للمستوى اللي هو خاصو يكون فيه. حنا هاد لي كلو ما بغيناش ندخلوا فيهم، اللي غادي يفدي في هادشي هو الجمع العام، هما المنخرطون، ماشي منخرطون اللي كيتشراو، اللي كنجيو كنحطوا 100 ونخلصوا عليهم او ما نخلصوش كاع تماما ونديروا راه عندنا 100 منخرط. لا، خاص تفتح اللائحه ديال المنخرطين ويدخلوا الوداديين الحقيقيين، ماشي اللي هما جايين باش يصبعوا. داكشي راه عشناه في الجماعات وعشناه في الانتخابات اللي كنعرفوها السياسيه. لا، الوداد فريق كبير، فريق رياضي، خصو يمارس الرياضه ديالو كرياضه، خاص فتح لوائح الانخراط من جديد، وخاص الوداديين ينخرطوا يدخلوا، وخص هذيك المساهمه اللي كيطلبوا ديال 2 مليون خصها تحيد، لان لا يعقل ان واحد يخلص 20000 درهم باش يدخل كمنخرط. لا، هاد المساهمه، هاد المبلغ كبير بزاف، وما يمكنش الوداديين يدخلوا ب 20000 درهم. هذا هو اللي كيجعل بان الوداديين كيتوخروا اللور، لان كتعرف المستوى ديالهم، المعيشه ديالهم كيف دايره. ما يمكنش واحد الاخ يجي ويعطي 20000 درهم باش يدخل كمنخرط، كيفضل كاع ما يدخلش وما يصوتش، وهذا كتضيع فيه الوداد.